في مصر كنتم تستبعدون أن تصل هذه العاصفة الثلجية قبل أيام، ولكنها وصلت هبة إلى مصر وتسببت في انخفاض درجات الحرارة لما يقارب من 7 إلى 8 درجات. فكيف تفسر أيضا هذا التغير؟ الشعب المصري كما نعبر على عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن استغرابه أنه لم يمر سابقا بهذه الدرجات المنخفضة من الحرارة. نعم، تم استبعاد وصول الثلج إلى الأراضي المصرية، ولكن ليست موجة البرد. فموجة البرد موجودة في مصر منذ أوقات تقريبا تزيد عن 10 أيام. إذا سمحت لي يمكن أشرحك على الخارطة سريعا. ما يحدث في مصر هو هبوط هذا الهواء البارد من شرق القارة الأوروبية باتجاه الأراضي المصرية نتيجة اندفاع كتل هوائية دافئة إلى أوروبا. فحتى أن نشطاء الطقس في بريطانيا وألمانيا يقولون وفرنسا بأن الشتاء هذا العام غير موجود نتيجة هذه الكتلة الهوائية الدافئة التي تدفع الهواء القطبي البارد الموجود هناك إلى منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط، التي تتكون من الدول التالية: مصر، أجزاء من ليبيا، الأردن وفلسطين ولبنان وسوريا وتركيا واليونان. هذه الدول جميعها عانت من درجات حرارة أقل من المعدلات المعتادة بكثير. ففي الأراضي المصرية كان الأمر مميزا وواضح حتى في وسط مصر وفي الصعيد، أن درجات حرارة ليلا في بعض ليالي الأسبوع الماضي هبطت إلى ما يقارب الصفر المئوي. فطبعا ذلك يفسر علميا بان الهواء القطبي يتدفق مباشره نحو الشرق المتوسط، ولكن المنخفض الجوي الذي تشكل والمنخفض الذي قبله لم يجلب الثلوج الى الاراضي المصريه سوى طبعا في مناطق معروفه عاليه التي هي تقع في شبه جزيره سيناء كمثل جبل سان كاترين. بالتالي تعيش بالفعل مصر احوالا جويه استثنائيه باردة جدا، درجات حارة متدنية وموجات صقيع أثرت بشكل كبير على القطاع الزراعي، ولكن ذلك مفسر من الناحية العلمية بسبب هذه الكتل القطبية المندفعة إلى المنطقة. أيضا شهدت الإسكندرية موجات من البرد الكثيف الذي طبعا البعض أسماه ثلج، ولكن هو بالحقيقة تساقط دخات البرد على مناطق ساحلية. الثلج الذي كان في شبه جزيرة سيناء كان كبيرا وذات سمكات. طب لمتى حيبقى استاذ محمد؟ لانه السؤال الان عندهم انه متى حتنتهي موجه البرد هذه القارصه؟ يعني هذا سؤال، يعني هل انتهت كما يقال؟ نعم. تاثير المنخفض القطبي انتهى ام سيستمر ايضا؟ يعني يمكن ان اسمي ما حدث بان هناك موجات قطبيه، لانه لم يكن فقط واحدا ما تسبب في ذلك، بسبب ان هذا النمط ما زال كان مسيطرا فكان منخفضا تلو الاخر يهبط الى المنطقه، لكن هناك مؤشرات الان بدايات شهر شباط على أن هذا المرتفع الجوي قد يتراجع إلى الأسفل أو إلى المنطقة الجنوبية، وبالتالي يصبح لا يوجد هناك تطرف في اندفاع الهواء القطبي إلى مصر. لن يكون تحسنا سريعا، لكنه سيحصل تحسن من ناحية درجات حرارة خلال قادم الأيام.